بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنحاول إن إحنا نلخص مع بعضينا موضوع في الإمبريولوجي، موضوع اسمه الفيتال ميمبرينز، بالإضافة إن إحنا بنتكلم على الكونجنتال أنوماليز والبري نيتال دايجنوزيس. ده الثيرد ريفيجن أند ذا لاست ريفيجن في الجنرال إمبريولوجي. اول حاجه بنبتدي بالفيتال ممبرين، موضوع بنطلق عليه كلمه البلاسينتا، والبلاسينتا ده جزئين، ماتيرنال بارت وفيتال بارت. الجزء من ناحيه اليوترس ده اللي هو الماتيرنال بارت، وناحيه الفيتس الفيتس بارت. الكلمه دي مهمه قوي، عايزكم تحفظوها يا اولاد. الفيتال بارت معمول بالكوريونيك فرندوزا، والماتيرنال بارت معموله بالديسيديو بيزيلز. النقطه دي بتيجي فيها امتحانات كتيره، يبقى ماتيرنال ديسيديو بيزيلز، فيتال كوريونيك فرندوزا. زي ما انتم شايفين الفيلاي دي اسمها كوريونيك فيلاي، كانت موجوده اول ثرو، وبعدين بقت كونسنتريتد في مكان، فمكان ما اختلفت الفيلاي سموها كوريونيك ليف، ليف يعني سموث، ومكان ما فضلت الفيلاي اسمه كوريونيك فروندوزم. يبقى الكوريونيك فروندوزم بيعمل الفيتال بارت اوف ذا بلاسينتا، كوريونيك فروندوزم بيعمل الفيتال بارت اوف ذا بلاسينتا. اما كلمه ديسيديو ده اسم الاندوميتريوم افتر امبلانتيشن، يعني افتر امبلانتيشن يبقى الاندوميتر بنغير اسمه، بنسميه ديسيديو. الديسيديو دي بعد الامبلانتيشن بتتقسم لثلاث اجزاء. الجزء اللي مكتوب عليه رقم ثلاثه ده اسمها ديسيديو بيزالس، والجزء اللي مكتوب عليه رقم اثنين ده اسمها ديسيديو كابسولاريس، والجزء اللي مكتوب عليه رقم واحد اسمها ديسيديو بارايتالس. يبقى الديسيديو ثلاث اجزاء، بيزالس رقم واحد، كابسوليدس رقم اثنين، بارايتيدس اللي مكتوب عليها رقم واحد. ثلاثة بيزالس، اثنين كابسوليرس، واحد بارايتيدس. اللي بيفضل عندنا في الديسيجوا شايفين ده مع الادفانس هي الديسيجوا بيزالس، ودي بتعمل ماتيرنال بارت اوف ذا بلاسينتا. يبقى هنا على طول الفيتال بارت معمول بالكوريوم فروندوزم، والماتيرنال بارت معموله بالديسيجوا بيزالس. طب يا ترى البلاسينتا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تو بليتس، عندي تو بليتس موجودين، بليت موجود ناحية اللي هو اليوترس يبقى بيزل بليت، بليت ناحية الفيتس بس ما كوريونيك بليت، يبقى تو بليت، يبقى ديسيدوال وكوريونيك بليتس. ادخل جوه الاقي في عندي فيلاي وانتر فيلاس سبيس وسبتا فيتال سبتا، يبقى خمس حاجات، يبقى تو بليتس ما بينهم، الاقي في فيلاي صوابع بين الفيلاي انترفيلس سبيس، والاقي في سبتة نازله من فوق ووصلت لغايه تحت. ثلاث معلومات احفظهم، الفيلاي مليانه يا اولاد فيتال بلاد، والانترفيلس سبيس ماتيرنال بلاد. يبقى في الانترفيلس سبيس ماتيرنال بلاد الفيلاي نفسها فيها فيتال بلاد، والسبتة دي بتخلي لي الماتيرنال سيرفيس ايريجولار بيسموها كوتليدونز. يبقى عندنا الماتيرنال سيرفيس بيبقى ايه؟ بيبقى فيه نتيجه وجود السبته بيبقى عامل زي ما يكون حبات او فراقات اسمها كوتليدونز. الانترفيلاس سبيسز بتحتوي على الماتيرنال بلاد، الفيتال الفيلاي نفسها بتحتوي على فيتال بلاد. الحاجز اللي موجود بينهم هما الاثنين اسمها بلاسينتال باريال. ادي الانترفيلاس سبيس ماتيرنال بلاد، ادي الفيلاي فيتال بلاد، ما بينهم اسمها بلاسينتال باريال. اربع حواجز، هي سنسيتي تروفوبلاست، سايتو تروفوبلاست، اكسترا امبريدنج ميزوديرم، اندوثيرم وفيتال بيزل. اربع حاجات. مع تقدم البريجنانسي اول واخر طبعا هي اللي بتفضل موجوده، اللي هو سنسيتي تروفوبلاست والاندوثيرم اوف ذا فيتال بيزل. ده بيجي فيها سؤال دي. مع الادفانس ايه اللي بيفضل عندي؟ السنسيتي تروفوبلاست والاندوثيرم بتاع الفيتال بيزل، يعني اول واخر طبعه فقط. الثانيه والثالثه بيختفوا مع بعضهم. ده بلاسينتال بارير او اسمه الثاني بلاسينتال ممبرين. البلاسينتا اهي ده الماتيرنال سيرفيس فيه كوتريدون، وادي الفيتال سيرفيس اتاتش دي الامبريكال كورد وسموث، والجروس ديسكريبشن انها ديسك لايك، الدايمتر بتاعتها اللينس في الويدث من 12 ل 25 سنتيمتر، البريدث بتاعها يعني السمك بتاعها الثيكنس بتاعها 3 سنتيمتر، الويت بتاعها 500 جرام. يبقى عندي هنا لو ضربتها 15 في 25 سنتيمتر، ثيكنس 3 سنتيمتر، والويت بتاعتها هاف كيلو جرام 500 جرام. السيرفيس اللي هو سموث اللي اتاتش للامبليكال كورد
واللي هو كفرد بالامنيون ده الفيتال سيرفيس اللي هو ديفلوبد من الكورونيك فرندوزا. السيرفيس الثاني اللي هو الريجولار اللي فيه الكوتليدون ده ديفلوبد من الديسيديو بيزالس. يبقى عندنا تو سيرفيسز، الفيتال سيرفيس سموث كفرد بالامنيون واتاتش للامبريكال كور نير السنتر. السيرفيس الثاني اللي هو الريجولار اللي فيه وجود الكوتليدون وديفلوبد من الديسيديو بيزالس اسمه ماتيرنال سيرفيس. يا ترى ايه الانوماليز بتاعت البلاسينتا؟ انوماليز تتعلق بالشيب اليها ديفيوز بلاسينتا. يعني ايه كلمه ديفيوز بلاسينتا؟ كل الفيلاي موجوده سواء كوريونيك فرندوزم او الليف، يبقى ده بطلق عليه كلمه ديفيوز بلاسينتا او بلاسينتا ميمبرنيش ميمبرين. اكسسوري او ساكسنتوريت، هتلاقي الامبريكال كورد دخل في حته وفي حته لوبس وانتوت موجود، اسمها اكسسوري او ساكسنتوريت. باي ديسكويدال او باي لوب، تلاقي الامبريكال كورد داخل واتقسم لبرانشين كل واحد بيدي لوب. باي ديسكويدال بلاسينتا. سيركمفليت بلاسينتا، زي ما اتفقنا ان احنا عندنا تو بليت، واحد ناحيه اليوترس اسمه بيزال بليت والثاني ناحيه البيبي اسمه كورونيك بليت. لو الكورونيك بليت اصغر فتلاقي الفيتال اللي هو الفيتال بارت ابتدى ايه كويس يتني بقى، ما بقاش فيه سبورت، اسمه سيركمفليت بلاسينتا. لما تشوفوها كده يعني معناها الكورونيك بليت صغير، الكورونيك بليت اللي هو الحته دي، فتلاقي ابتدت تتنح حواليها اسمها سيركمفليت بلاسينتا. يبقى دي ابنورمالتيز موجوده في الشيء. ابنورمالتيز في الانفيجن ده نورمال اهو. لو ابتدت تخترق المايوميتريوم يبقى اكريتا. اخترقت كل المايوميتريوم انكريتا. وصلت لغايه البريميتريوم يعني بره يبقى بيركريتا. اكريتا هي الاكتر بتبتدي تخترق المايوميتريوم، خدت كل المايوميتريوم انكريتا. تلعب بره بقت بيركريتا. ده ابنورمالتيز في الانفيجن في الاختراق بتاعها. بلاسينتا بريفيا يعني معناها تو كام از فرنت اوف ذا بيبي، يعني ليها علاقه بالانترنال اوس. اربع انواع. لو لاينج يعني ما وصلتش للانترنال اوس، هي واتش بس ما وصلتش للانترنال اوس، لكن وصلت على المارجن او بارشال كفرنج او كومبليت كفرنج تبقى دي بلاسينتا بريفيا بقى. بلاسينتا بريفيا مارجناليس، بارشال بلاسينتا بريفيا يبقى complete placenta previa. يبقى عندنا هنا low lying placenta previa يعني قربت للانترنال اوس، لكن marginalis عند المارجن، partial يعني incomplete covering internal os، قفلت الانترنال اوس كامل يبقى complete placenta previa. abnormalis في الاتشمنت بتاع الامبليكال كورد، الامبليكال كورد الطبيعي ده تشي نير السنتر بتاع البلاسينتا، اكسنتريك بقى موجود على الطرف، باتل دور بقى عامل زي مضرب الراكت يعني ماسك على الحافه بالظبط. فيلمنتس يعني هوائي، يعني وصل لغايه الممبرين والممبرين هي الموصله للامبليكال فيسل، وده اخطرهم فيلمنتس. يبقى عندنا فيلمنتس هوائي وصل لغايه اللي هو الفيتال ممبرين والفيتال ممبرين وصلت الفيسل في البلاسينتا. عندنا بعد كده امنيون تاني ممبرين، تاني ممبرين عندنا الامنيون. ولو انا بقول ان هو الامنيون بقى فيه ساك اسمه امنيوتك ساك مليان فلويد اسمه امنيوتك فلويد. الامنيوتك فلويد ده جاي منين؟ من الامنيوبلاست اللي عامله الامنيون والاكسكريشن بتاعت الكدن بتاعت البيت. الكميه السائل ده قد ايه؟ اباوت 1.5 لتر. يبقى الفلويد ده كامز فروم كدني اوف ذا بيبي والاماونت بتاعته اباوت 1.5 لتر. ايه عمليه الامنيوتك فلويد ده؟ الاول acting as protective cushion. يبقى هنا ايه الفانكشن بتاع الامنيوتيك فلويد؟ نمره واحد بروتكتيف ووتر كوشن، يعني بيمتص صدمات، كيبنج التمبريتشر كونستنت، بيبي بقى لما هنشغله لاير كونديشن ولا غيره. بريفنت ادهيجن اوف ذا فيتاس تو امنيون، بيمنع التصاق لان الفلويد موجود، لو مش موجود يبقى البيبي يروح ملزق على الممبرين. فرصه مكان يتحرك فيه الاو فري موفمنتس اوف ذا فيتاس، وده طبعا بيديفلوب الماسكت بتاعه. بيليرن هاو تو ساكل، بيبتدي بقى يعمل ساكلينج والفلويد ده يوصل لغايه الانتستين، يحصل ابزورشن يوصل لغايه الكيدني ويعمل له اكسكريشن، وده بيساعد في تكوينه في نفس الوقت بيساعد على الديفلوبمنت بتاعت الكيدني وبتاعت الانتستين اند سو اون. يبقى هنا الفيتاس ليرن هاو تو ساكل وسبيس فور يورين اكيوميشن. ديورينج بيرث بيساعد على الدايلاتيشن اوف ذا سيرفيس، وساعد اللي هو الولاده يحصل له رابشرز اللي هو الامنيون، والامنيوتيك فلويد ده بيحصل له جش
بيعمل وش من الفاجينا، ما فيش حد بينظف الفاجينا، يجيب ميه وصابون ويقعد ينظفها من سؤال. وده الفانكشن بتاع اللي هو الامنيوتيك جلد. بيتعلق بيه تو ابنورمالتيز موجودين او تو ديزيزز موجودين او تو بروبلمز موجودين. واحد اسمه اوليجوهيدرامينوس الفوليوم بتاعه ليس ذان هاف ليتر، او بوليهيدرامينوس الفوليوم بتاعه مور ذان 2 ليتر، اوليجوهيدرامينوس اقل من هاف ليتر. اي حاجه تعمل بلاسيتا انسفيشنسي هتبقى معاها يعني اوليجوهيدرامينوس. اجينيسيز للكيدني، باي لاترال اجينيسيز للكيدني، يبقى مفيش، ما بنقدرش نعمله، فيبقى لازم كويس يحصل اوليجوهيدرام. او اوبستراكتيف يوروبثي، اي حاجه عامله اوبستراكشن اللي هو اليوريثرا، يبقى برضك اليورين ما بينزلش، واليورين ده مهم بتاع البيبي علشان فورميشن اوف سيس فلويد. البولي هيدرامينوس ايجيوباثيك يعني بلا اسباب، انفانت اوف دايبيتيك ماذر، الجلوكوز العالي في المذر هيوصل لغايه البيبي، هينزل على طريق اليورين، هيسحب معاه كميه كبيره من السائل، يبقى هايبر جلايسيميا وهايبر وبوليوريا. فيتال انوماليز، انينكيفالي، انينكيفالي يبقى معناه في اريتيشن عمال على بطال، وده معناها كويس ان في امبيرمنت اوف ذا فولوينج ريفلكس، وفي نفس الوقت في بولي يورينيشن. اوسوفجيال اتريزيا، يبقى مش قادر يبلع، فالسائل بينتج بكميه كبيره ومش قادر ابلع. اوسوفجيال اتريزيا، يبقى اوسوفجيال اتريزيا وانينكيفالي هما الاثنين accompanying with body hydramnios. عندي بعد كده موضوع اسمه يوكساك. اليوكساك مر بثلاث مراحل، برايمري يوكساك، سكندري يوكساك، والديفينيتيف يوكساك. برايمري والسكندري يوكساك الروف بتاعهم واحد اللي هو هايبوبلاست. الفلور بتاع البرايمري يوكساك اسمه هاوزر ممبرين، اما الفلور بتاع السكندري يوكساك حاجتين، اكسترا امبريونيك ميزوديرم والهاوزر ممبرين او الاكسترومك ممبرين. الديفينيتيف يوكساك ده اتعمل بعد اللي هو الفولدنج، بعد الفولدنج السكندري يوكساك اتقسم لثلاث اجزاء، جزء جوه الجنين اللي هو الجي اي تي، جزء بره الجنين ديفينيتيف يوكساك، وان بتوين يوكساك ستوك. ليه ربنا خلق اليوكساك؟ نمره واحد بلاد فورميشن اللي هو باللون الاحمر، اثنين بريمورديال جيرم سيل، البريمورديال جيرم سيل اللي هي هتهاجر بعد كده للجناس بتاع الجنين وهتعمل لي السبرماتوجونيا او اوجونيا، سبرماتوجونيا او اوجونيا اللي هو بريمورديال جيرم سيل دي اتعملت في الوول بتاع اليوكساك، يبقى البلاد اتعمل في الوول بتاع اليوكساك والبريمورديال جيرم سيل اتعملت في الوول بتاع اليوكساك. بعد الفولدنج جزء من اليوكساك دخل جوه الجنين وعمل لي اللي هو البريمتيف جاد. اخر جزء ده الالنتويس، الالنتويس نفسه ديسابيرز لكن الفيسلز بتاعته بتفضل وبتعمل لي الامبليكال فيسل. يبقى الفانكشن بتاع اليوكساك اربع حاجات، يبقى بلاد فورميشن لغايه ما الليفر يتكون وياخد الوظيفه دي، البريمورديال جيرم سيل هو السبرماتوجونيا اوجونيا هتهاجر وتوصل لغايه الجناس، هيعمل الجي اي تي البرمتيف جات جايه بعد الفولدنج، الالنتويد فيسل ده اسمه الالنتويد جوينت سبير، بس الالنتويد فيسل هتعمل لي الامبليكال فيسل. يبقى اربع وظائف لليوكساك. رابع حاجة اللي عندنا الامبليكال كورد، الامبليكال كورد مر بمرحلتين، بريميتيف امبليكال كورد اللي هو ده، وده عبارة عن تو ستوكس، اللي باللون الاصفر دي كونكتنج ستوك جاي من الميزوديرم، واللي باللون البوني دي اللي هو يوكساك ستوك، ثلاثة الالنتويز وفي فراغ موجود جزء من الاكسترا امبريونيك سيلوم. أربع حاجات، اثنين ستوك، يوكساك ستوك وكونكتنج ستوك، الالنتويز والفيسل اللي بتاعته وشوية فراغات ريمننت من اكسترا امبريونيك سيلوم. شويه شويه زي ما انتم شايفين بيتكون ده البريمتيف امبليكال كورد، بيتكون الديفرنتيف امبليكال كورد اللي بيفضل عادي من الاربعه كومبوننت، الكونكتنج ستوك بتعمل لي الوارتون جيلي، والفيسلز بتاعت الالنتويز بتعمل الامبليكال فيسل، ده حاجه دي مش كيو. يبقى الكونكتنج ستوك اللي جاي من الاكسترا امبليكال ستوك بتعمل وارتون جيلي، والالنتويد فيسلز الالنتويز نفسه ديسابير، الجزء اللي هو موجود ويزين اللي هو الامبليكال كورد، لكن الفيسلز هتعمل الامبليكال فيسل تو ارتريز وان فين. يبقى الاستراكشرز بتاعت الامبليكال كورد سوفت وتورشس، اللينث بتاعه فروم 50 اب تو 60 سنتيمتر، الدايمتر بتاعه 1 سنتيمتر، سموث لانه كفرد بالممبرين اللي اسمه امنيون، اتاتشد للفيتال سيرفيس اوف ذا بلاسينتا نير السنتر، اتاتشد للفيتال سيرفيس نير السنتر. يبقى ده الديفينيتيف امبليكال كورد. الانوماليز بتاعته تتعلق بالطول بتاعه، طويل قوي او قصير او مصيبه، طويل قوي فيري لونج ممكن يعمل رابينج اراوند ذا نيك اوف ذا فيتوس ويعمل سفكيشن وديث، شورت قوي ممكن يعمل بريماتشور سيبريشن اوف ذا بلاسينتا.
طويل او قصير قوي، مشاكل موجوده عنده. الاتاتشمنت بتاعته قلناها مع البلاسينتا بنقولها مره ثاني، اكسنتريك يعني طرفي، باتل دور مارجنال يعني عامل زي مضرب الراكت، فيلامنتس يعني هوائي يعني ما بيوصلش لغايه البلاسينتا بيقف، والفيسلز بتوصل للبلاسينتا عن طريق الاميون عن طريق الممبرين. ثالث نوع من انواع الانومالي نوتس، فولس نوت يعني معناها الفيسلز اكسسيف تورشرز، فتحس ان هي في نوت موجوده بس ما فيش نوت، دي فولس نوت ما فيهاش مشكله. ترو نوتس هي نوت حقيقيه ودي بتعمل اوبستراكشن للامبليكال فيسلز وهتسبب موت البيبي. انومالي تتعلق بالنمبر بتاع الارتريز، هو طبيعي تو ارتريز وان بين، لو لقيت سنجل ارتري يبقى في انومالي تتعلق بالنمبر اوف ارتريز. عندنا بعد كده موضوع اسمه توينز. التوينز نوعين، دايزيجوتيك ومونوزيجوتيك. الدايزيجوتيك عباره عن تو اوفم قابلهم تو سبير عمل لي تو زايجوت، يبقى انا عندي تو اوفا كويس طلعوا مع بعضهم قابلهم تو سبير عندي بقى تو زايجوت. تو زايجوت دول ممكن اوف ذا سيم سكس اور اوف ذا سكس، يعني ممكن لهم الاثنين ميل او الاثنين فيميل، واحد ميل واحد فيميل. الفيتشرز بتاعتهم زي الفيتشرز بتاعت البراذرز والسيستر، عاديه خالص. كل واحد فيهم ديفلوبد لوحده، كل واحد فيهم ليه البلاسينتا بتاعته، ليه الاميون بتاعه، ليه الكوريوم بتاعه. وده المعظم اللي احنا بنشوفه في التوينز الدايزيجوتيك. المونوزيجوتيك فوله وانقسمت نصين، يمثل 30% اوفم قبل سبيرم نتج زيجوت، الزيجوت ده انفصل وهو ماشي راح مبسوط انتوا الاثنين. فممكن الاقي الاثنين يتشاركوا في البلاسينتا وفي الامنيون والكوريوم، او ما يتشاركوش كل واحد ليه البلاسينتا بتاعته الامنيون والكوريوم. اكوردنج ايه انفصلوا امتى؟ لو انفصلوا بدري يبقى كل واحد ليه البلاسينتا بتاعته الامنيون والكوريوم، انفصلوا متاخرين اشتركوا في كل شيء. اتاخر او الفصل بتاعهم يبقى ده موضوع اسمه السيامز، السيامز او اللي هو الكونجوينت توينز. اللي هو السيامز او الكونجوينت توينز ده معناها ان مونو زي جوتك توينز بس ما فصلوش مع بعضيهم، بس اتاخر الفصل ما فصلوش مع بعضيهم. ممكن الاقيهم فيوز توجذر ات ذا هيد ريجون اسمها كرينيو باكس، از باك ريجون بيجو باكس، از ثراسك ريجون ثراكو باكس. يبقى ممكن يبقى فيوز مع بعضيهم كويس في اي منطقه من المناطق دي. ما دي معلومه مهمه. البيبي بيمر بثلاث مراحل، جيرنال الفيرست تو ويكس، ودي ما بيحصلش فيها اي كونجنتال يا يعيش يا يموت بس هيبقى زي الفل. الامبريونيك ودي الموست سنسيف بيريود من ثيرد اب تو ايث ويك. كل الكونجنتال انوملي او معظم الكونجنتال انوملي بتحصل في الامبريون بيريود، لو تعرض لدراجز او راديشن او انفكشن يبقى ممكن تحصل فيها كويس كونجنتال انوملي. الفيتال بيريود من اول الناينث ويك اب تو بيرث، ودي ماتيوريشن والانسيدنس بتاع الانوماليز اقل بكثير. اهم منطقه واخطر منطقه هي الامبريونيك فروم ذا ثيرد اب تو ايث ويك. التكنيك اللي يوزد ان برينيتال دايجنوزيس نان انفيزيف، يعني في المذر سواء اخد لها سونار او اخد منها سامبل ماتيرنال سيرم سكريننج. انفيزيف يبقى للبيبي، امنيوسنتيسيس وكوريونيك فيرلس سامبل. لو خدت السيرم بتاع المذر 10 حاجات الالفا فيتو بروتين ده نورمال، بيبقى سكريت بيتصنع بالليفر بتاع البيبي وبيوصل لغايه المذر. لو لقيته عالي قوي مع نيورال تشوب ديفكت. اثنين انكونجوجيت استريول، الانكونجوجيت استريول اللي هو اي 3 ده بيبقى سكريتد كويس من البيبي، مش هو الهرمون، سبستنس معينه بتبقى سكريتد من السوبرارينال وبتوصل لغايه البلاسينتا فتصنعه، فده مش موجود الا في البريجنس وقاعد بيزيد ديورنج البريجنس. لو لقيته قل ده مع الداون سندروم، يبقى الالفيتو بروتين اترفع في السيرم بتاع المذر يبقى ده مع ان البيبي عنده نيورال تشوب ديفكت. الاي 3 لو لقيته انخفض في المذر رغم ان انا متوقع ان هو يزيد يبقى مع الداون سندروم. اما الحاجات بقى الانفيزيف بقى ان احنا ناخد سامبل من الكوريون، يبقى كوريون بلا سامبلينج، ودي باخدها في الفترات الاولانيه في 10 ويكس اوف جيستيشن. اكبر من كده السيناريو هيجيب لك اللي انا عايزه. اعمل بيها دي ان ايه، اشوف الكروموزوم، اعمل كاريوتايبنج، اشوف الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم. امنيوسنتيسيس استنى شويه يعني عند الاسبوع 16 ادخل كويس نيدل جايدد بالسونار واخد سامبل من الامنيون وحوالي من 20 ل 30 كيوبيك سنتيمتر. اشوف فيه ايه؟ بعدك اشوف فيه البلوروبين، الالفا فيتو بروتين، الاستايل كولينستريز، الفيتال سيلز فور كاريو تايب. يبقى دي اسمها برينيتال دايجنوز. يبقى حاجتين تتعلق بالمذر، ماتيرنال سيرم
وسونار، حاجتين تتعلق بالبيبي. اخد كورينيك فاليس سامبلنج على الاسبوع العاشر، امنيوسنتيزيس في الاسبوع 16، يعني كويس. طبعا الامنيوسنتيزيس دي بقى فرصه بقى اشوف ايه اللي هو حاجات كتيره زي بيليروبينز وان سو اون. تعالى تيست يور سيلف. The following structure forms the fetal part of the placenta. على طول بقى ال fetal part of the placenta chorion frondosa. The following structure forms the maternal part of the placenta. Maternal part of the placenta يبقى deciduous basalis. The following is a cause of polyhydramnios. Polyhydramnios يبقى diabetic mother. Infant of diabetic mother ده 10 cause. Oligohydramnios حاجة بقى renal agenesis obstructive uropathy. شفتوا؟ أدور renal agenesis obstructive uropathy. دي يعني صوره ده الامبريكال كورد بعيد اهو عن البلاسينتا، يبقى ده اللي هو بنطلق عليها اللي هو الفيلامنتس بلاسينتا الهوائيه، فيلامنتس بلاسينتا دي اهو الامبريكال كورد دخل في حته وفي لوب زايد، يبقى ده ساكسنتوريت بلاسينتا. ايوب ان احنا نكون فهمنا. الى اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله عليكم.